متابعه مره ثانيه، لكن من امامه كره مقطوعه راحت عند اوسو كونان. ضربه جزاء، ضربه جزاء. اوسو كونان عمليه الشد واضحه جدا في اللقطه اللي فاتت من ابراهيم القاضي من داخل حدود منطقه الجزاء، وبعد الهدف بسبع دقائق اعتقد قد يكون طلع الجيش على موعد لتعديل الامور تماما. ادي الكره الملعوبه، اوه سقوط، سقوط للاعب اوسو كونان، واعتقد يعني نحتاج الى اعاده اللقطه اكثر من مره حتى يعني نتبين من حقيقه الموضوع، ويعني حتى نتاكد هل هناك ركله جزاء ام هناك عمليه تمثيل من اللاعب اوسو كونان في اللقطه اللي فاتت اللي سقط نتيجه كره مشتركه مع اللاعب ابراهيم القاضي. المهم جاء القرار وصدر الفرمان من الدولي ابراهيم نور الدين الحكم اللي طبعا احتسب هذا الموسم ثلاث ضربات جزاء، وطبعا كان في اثنين ضاعوا وفي واحده سجلت كانت في مرمى المصري والاسماعيلي سجلها حماده يحيى، بينما كان طبعا الضياع من اسلام كمال وفتح الله لطلاع الجيش مع سموحه. هل يفعلها اسامه؟ اسامه يعدل النتيجه، اسامه رجب يسجل ويضع هدف هو الاول له هذا الموسم وهدف اول لفريقه في هذا اللقاء ليعدل الامور تماما.